السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض النودلز أو الإندومي الصحي بعجينة بسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت. كوباية من الدقيق وذرة من الملح وبيضة ومعلقة من زيت الزيتون، وأنا بحط رشة بس من الفلفل الأسود على البيضة كده، بيحسن من الريحة شوية ومن الطعم، برضو بيدي طعم للعجينة نفسها. الحاجات ديت اختيارية في العجينة، اللي هي البيض والكلام ده ممكن تعمليها بالمية وتخليها برضو عجينة متماسكة، بس انا حبيت اعلي القيمة الغذائية بتاعتها شوية، يعني عشان بس يعني ايه ما يبقاش الولاد بياكلوا نشويات، تبقى البيضة موجودة فيها. انا حطيت معلقة من زيت الزيتون كمان، برضو بكل الحاجات دي بنعلي من القيمة الغذائية بتاعتها شوية، لان انا مش هستخدم بروتين في اعداد النودلز نفسه. بتبتدي تظبطي العجينه بتاعتك بكام معلقه من الميه، يعني معاكي لغايه 3 معالق، من معلقه لثلاث معالق على حسب نوع الدقيق، بس هي العجينه بتبقى متماسكه جدا. انت بتعجني بس فيها شويه كده علشان يتكون الجلوتين اللي هو العرق بتاع الدقيق، اللي هو بيساعد على الفرد لما نيجي نفردها ونشكلها مع بعض. هنشوف هنشكلها باكتر من طريقه. بصي العجينه عامله ازاي، متماسكه مش طريه وبتلزق والكلام ده، يعني هي انشف شويه من عجينه البيتزا، يعني تحسي كده ان هي ايه تقيله معاكي، بس اول ما هتسيبيها ترتاح، هنسيبها من نص ساعه لساعه الا ربع، اقل حاجه نص ساعه علشان تتفرد معانا بسهوله. بتنعم، هنشوف ازاي هي بتنعم جدا لما بتتساب، كتر ما بتتساب بتبقى ناعمه. الموضوع سهل وبسيط واضمن بكتير من ان هما الاولاد يشتروا الاندومي الجاهز اللي احنا مش عارفين مكوناته ايه، وممكن يبقى فيه حاجات مش صحية، وهما طبعا كلنا مش بنقدر نمنع ولادنا عن ان هما ياكلوا الحاجات دي، فنعملها لهم في البيت صحية اكتر، ضمنة انتي حاطة فيها ايه وكل طعم يعني بيحبوه ممكن تعمليه انتي برضو في البيت. انا هشكلها بدي مكان، انا برضو من كتر ما ولادي ما بيحبوا الاندومي ده انا جبتها بصراحة، بس هي مش ضرورية قوي، لان هوريكم دلوقتي التشكيل بالايد ازاي سهل وبسيط. انا ضعفت المقدار علشان اعمل جزء هنا على المكنة وجزء هعمله لكم فرد كده بالايد. اللي بنعمله على المكنة بنحاول نبططها كده علشان نفردها، اللي عنده المكنة هيبقى عارف استخدامها، المكنة دي اللي كانوا بيعملوا عليها الشعرية الشعرية زمان، لو كنتوا تفاكرين الشعرية البلدي بتاع زمان دي كانوا بيعملوها على المكنة دي، هي موجودة. بس زي ما بقولك كده تشكيل بالإيد برضو سهل وبسيط قوي. الجزء ده أنا شكلته رفيع، هي ليها ناحيتين للتشكيل، ناحية رفيعة وناحية سميكة بتطلع المكرونة، يعني الناحية التانية دي أنا عملتها بالجزء اللي هو بتاع الشعرية، وبتحس إن هو قريب قوي من السمك بتاعه من الاندومي. هي كمان لما بتنزل الميه بتنفش شويه، يعني بتتخن كمان عن كده. هتبتدي تشكليهم، رشي بس رشه كده من الدقيق علشان ما تلزقش في بعضها، يا عمرها ما هتلزق يعني، بس ايه احتياطي، رشي رشه كده من الدقيق. العجينه مظبوطه جدا زي ما بقول لكم كده، ضيفي بس معلقه لمعلقتين ميه معاك لغايه 3 على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، ما تخليهاش طريه علشان ما تعجنش منك في الميه. اللي هنعملها بالايد هتفرديها بالنشابة وترشي برضو رشة كده عليها من الدقيق، لو حسيت ان هي مش بتلزق. بصي بتتفرد ازاي بسهولة، بس احنا عشان هنتنيها طبقتين فرشي رشة من الدقيق علشان ما يلزقوش في بعض، بس بعد ما تفردي وتشي السمك اللي انت عايزاه. زي ما بقول لكم السمك اللي انت محتاجاه قللي عنه، يعني ينزل المية تكبر شوية، نفش شوية في المية علشان زي ما بقول لكم كده فيها ايه بيض بيخليها تتنفس شوية. وان شاء الله هنعمل العجينة التانية اللي هي بالمية من غير بيض، بس نبقى نستخدم بقى فيها ايه في اعدادها بروتين عالي القيمة الغذائية بتاعتها، وهي بتعجب الولاد جدا يا جماعة. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأي ولادكم فيها، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك علشان هنعمل وصفات كتير الفترة اللي جاية ان شاء الله. هي بتاخد على النار من 3 دقايق لخمس دقايق على حسب السمك اللي انت عايزاه، وممكن ان انت تطلعي واحدة كده وتدوقيها عادي عشان تشوفي المستوى النضج بتاعها مناسب ولا ايه. بتحطي بس ذرة ملح في المية، متحطيش زيت ولا اي حاجة، ما تقلقيش. انا دي خدت شوية من المية في الاندومي اللي هو هعمله بالبهارات بطعم الخضار ده، الولاد هم اللي مختارين البهارات دي،
انا بصراحه ما دقتش الاندومي بتاع الشارع ده خالص، فهم اللي ظبطوا الطعم ده. نص معلقه من الكاري ونص معلقه من الصويا صوص وحوالي ربع من البابريكا، وبيحطوا عصره ليمون، ده بيدي طعم الخضار. ممكن رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، يعني هي بابريكا وكاري وصويا صوص ورشه فلفل اسود وعصره ليمون، بيديكي طعم الخضار. لو عايزه بقى باللي هو بالفراخ بتحطي بهارات فراخ، لو عايزه بطعم اللحمه بتحطي بهارات لحمه. ده الجزء اللي هو احنا عملناه مع بعض اليدوي، سميك شويه برضو، بتغيري الميه طبعا وبتخليها تغلي، لازم الميه تبقى بتغلي علشان ما تعجنش مننا، وانتي بتحطي فرفطيها كده عشان ما تتماسكش ولما تنزل الميه، ما تحطيش زيت في الميه ولا اي حاجه، مش بتحتاج اي حاجه. بصراحه عجينه ناجحه جدا وجميله، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله، وهتعجب الاولاد كتير احسن واضمن من الحاجات اللي بتاع الشارع دي، الاندومي دوت والكلام ده، يعني صحتهم برضو تستاهل ان احنا ايه نتعب شويه. ده هحط بقى بصل احمر، وهحط برضو نفس الحاجات، كاري وبابريكا، بس هزود شطه وزيت، هسخنه، مش زيت زيتون، زيت عادي، أي زيت ذره او اي حاجه، وبتسخنيه وتحطيه، بيفرق جدا في الريحه وفي الطعم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.